يمكن ناس كتير متعرفش ان انا مهندسة الكترونيكس وكوميونيكيشنز. لما دخلت موضوع الابراج دخلته كنوع من البحث كسيرتش، وده اللي خلاني اقتنع بيه، لاني انا ما كنتش داخله وانا مقتنعه بالعلم ده. انا بس كنت بحب اعرف في الاول، وانا لسه يعني كنت طالبه، بحب موضوع الكاركترز او الصفات بتاعت الشخصيات بتاعت الابراج، وانا بحب الناس وبحب ابقى يعني لي علاقات بالاخرين، فببقى عايز اعرف مفتاح شخصيه كل واحد ايه. فكنت شايفه ان العلم ده بيساعدني كتير، وبدات اطبقه على الناس، لقيت انه فيه يعني فعلا حقيقي. بس ما كنتش الحياه مقتنعه بقصه التوقعات. ويمكن احيانا لما كنت اسمع ناس بتقول التوقعات، يعني اقول ده تهريج، يعني ما كنتش اقتنع، لاني انا مش عارفه السبب العلمي ايه. طبعا هو معروف خلاص ان العلوم الفضاء والجزئيه ناسا دي، ده هو طبعا واضح وصريح انه هو علم. لكن الناس مش فاهمه انه علم الابراج هو كمان علم. العلم دوت اللي حطوه اصلا هم المصريين القدماء، وده مثبت عندنا في المعابد المصريه القديمه، وتورثناه بقى او اخذته الحضارات الاخرى وطورته. عندنا في معبد دندره، ده اشهر معبد، مرسوم على سقفه دايره الابراج المتقسمه ل 12 برج، ومرسوم عليها رموز الابراج، الحمل والثور وجوزاء لغايه الحوت، دايره في غايه الجمال، لدرجه انه في المانيا جم فكوا السقف واخدوه عندهم في المانيا. اغلب الرياضيين القدماء والفلكيين القدماء كانوا دارسين رياضيات، دارسين هندسة، دارسين حساب مثلثات، دارسين فيلوسوفي فلسفة، كانوا في نفس الوقت بيدرسوا أسترولوجي وأسترونومي. فكان بيبقى هو العالم كان متعدد الثقافات والعلوم. لو القمر في برجي بيديني دي قواعد، بقى دي القواعد انه بيديني انا منتهى السيطره والتالق والجاذبيه ومش كده، ده دي يبقى ده بيساوي كذا. القمر لو عامل 90 درجه مع برجي، عشان نشوف بقى علاقه الهندسه، لو القمر عامل 90 درجه مع برجي يبقى هو في وضع معاكس معايا، فلازم اخد بالي لما يكون القمر عامل 90 درجه. لو القمر 180 درجه ده انا لازم اضاعف الحذر، لان ده في مواجهتي لو عامل 180 درجة. اوكي، الزوايا الايجابية لما يعمل 30 درجة او 60 درجة، دي افضل الزوايا الايجابية، ده حاجة very positive ان القمر يكون في وضع 30 او وضع 60. في كمان ناس بتمشي يومها وفقا لتوقعات الابراج. انا مش بقول انه ده غلط، لكن المبالغه في الخوف وفي القلق هو اللي غلط. هو العلم اتعمل علشان خاطر ان احنا ناخد بالنا من شويه حاجات، زي ما بالظبط الدكتور يجي يقول لا خدوا بالكم لازم تشربوا ميه كتير، ولازم يعني تاخدوا مثلا فيتامينز في الاوقات دي، او اي نصايح، فاحنا نحاول نلتزم بيها. بس ده مش معناها ان احنا نعيش في رعب انه انا لو نسيت اشرب ميه ان انا يعني هيجرى لي اي مرض خطير. فاحنا المبالغه دي ما بتبقاش لطيفه.